التواصل مستمر مشاهدينا الكرام والانطلاقات مستمرة. ينطلق شوطنا السابع وأول الأشواط التاهيلية لهذا السن وسن الحجايج. ينطلق مشاهدينا الكرام الشوط السابع والشوط الأول لأبناء القبائل من مسافة 3 كيلومترات الخاصة بالأبكار الحجايج. نبدأ مع الواصلة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط سلطان بن سعيد بن غدير الكتبي من يقدم لنا الواصلة مع البداية مع الصدارة الأولى. المركز الثاني ثاني المراكز هناك أيضا الواصلة تنطلق مع المركز الثاني حمد بن محمد بن سعد العامري ينطلق مع العفاري ينطلق مع المركز الثاني والمركز بالدبية العفاري مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز هناك منو مبارك بن هضبان بن فالح الشامسي مع المركز الثالث واللي غيرت مع المركز الثالث في هذه اللحظات. هناك تنطلق مشاهدينا الكرام شواهين مصلط بن شعيفان بولاثنين السبيعي يتقدم إلى المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز الواصل سلطان بن سعيد بن غدير الكتبي رابعا والمركز الخامس. خامس المراكز هذه هي ملولة عبد الله بن عتيق بن عبيد الرميث يتقدم الناطق الرسمي في هذه اللحظات. ومن الجانب الآخر الجزيرة خميس بن محمد خليفة بن خميس بالصوب الكتبي يتقدم في هذه اللحظات. أيضا تقدم الحوض وملموس والقادمة أيضا الطيارة منصور بن خميس بالصوب الكتبي يتقدم مع الطيارة في هذه اللحظات. والقادم هنا بن ميرين قادم في هذه اللحظات. معاني علي هناك عبد الله بن علي بن سلطان بن ميرين الكتبي. هكذا النداء الأول للعشرة المراكز المنطلقة. ولكن نعود مع بالدبية اللي مسيطر على زمام الشوط اللي غير البداية. ولكن الخطورة بانت يا بالدبية من منو اللي تسلل مع البداية. مبارك بن هضبان بن فالح الشامسي يتقدم الجموع يتقدم مع الصدارة مع الانطلاق الأول. الواصلة مع المركز الثاني حمد بن محمد بن سعيد ابن دبية العفاري على المركز الثاني والمركز الثالث. مهدية علي بن عبيد بن غدير الكتبي والواصل من الجانب الآخر. يا سلام وصلت الشاهنية. مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل وصل البرنز في هذه اللحظات. يقدم لنا هذا الاسم المتميز الشاهنية تتقدم مشاهدينا الكرام. تقدم الحوض وملموس والدكتور اللصاي الواصل مع سرابة سعيد بن علي بن رشيد الكتبي يتقدم على المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز هذه هي هملولة عبد الله بن عتيق بن عبيد الرميثي مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز هناك وصايف سعيد بن حمد بن صالح الظاهري. ولكن البداية مع البرنس اللي تسلل مع الشاهنية على البداية. مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل يتقدم مع الشاهنية. ولكن دير بالك يا البرنس. الله يا سلام ارصد لي يا مصورنا ارصد لي هنا بن رشيد ارصد لي دكتور اللصايل على البداية وعلى صدارة هذا الشوط. يا سلام ولكن الله يا سلام من الجانب الآخر هناك منو على البداية وعلى صدارة هذا الشوط. مبارك بن هضبان بن فالح الشامس يا سلام على البداية وعلى الانطلاق الأول. منو هي المسيطرة على زمام الشوط؟ مبارك بن هضبان بن فالح الشامسي تهانينا والناموس السلام يا العين سلام على هذا الأداء المتميز. سلام يا مصانع الجنوب سلام على هذا الفوز والانتصار. منو بالمركز الأول؟ مبارك بن هضبان بن فالح الشامسي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت فيه سرابة سعيد بن علي بن رشيد تبي الشاهنية على المركز الثالث. أما هناك مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل على ثالث المراكز. 4:35 هو التوقيت الزمني لمن هو ساعة وصوله إلى خط النهائي.